شكرا جميلا للزميل عصام الحكيم من فانكوفر الولايات الشمالية. طبيعة المكان وجماله وسحر الطبيعة الخالدة وجماله وبساطة الإنسان أيضا يقدم ويعطي ليكتسب الكثير. نتواصل ونمضي معكم مشاهدينا الأعزاء عبر صباح الشروق. السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون، يتميز دائما ويظهر بتنوعه وتعدده الثقافي، ولنا في ذلك التراث القيم مثال لهذا التنوع والتعدد ولهذه الذخيرة المليئة جدا من المحمول الثقافي الخالد في وطننا. نتابع هذه المادة التراثية ونعود. تعرف كردفان في ريفها وحضرها بالترابط الوثيق بين أهلها، تجمع بينهم أواصر التلاقي على حبها وشرف الانتماء لها، ويعتبر الموروث الثقافي واحد من حلقات الارتباط، يتنوع بتنوع القبائل واللغات والسحنات. وتمثل مدينة الأبيض حاضرة لكل أهل كردفان في شمالها وجنوبها، وهي الحافظة لتراثهم والشاهدة على أفراحهم، فهم أهل حفاوة وصداقة تدوم. في مدينة الأبيض تتعدد الفرق الفنية والمتخصصة في شتى اللونيات الشعبية من ضروب الغناء والرقص، ودائما ما تستقبل المدينة ضيوفها وزوارها بحفاوة تكملها إيقاعات الفنون الراقصة. وإذا قرع إيقاع الدنجر فإن حدثا احتفاليا كبيرا قد حان أوانه واكتملت حلقاته. ولأن النجارة واحدة من الإيقاعات المألوفة والمشتركة بين عديد القبائل، فإنها غالبا ما تكون القاسم المشترك في الاحتفالات، وهي منتشرة في الشق الأخضر من كردفان عند قبائل المسيرية والحوازمة. الكل يشارك في الرقص، ولكن النجارة تختلف في الإيقاع من منطقة لأخرى نسبة لانتشارها الواسع. رغم أن النجارة لا يصاحبها عادة الغناء الصوتي لغلبة الجانب الإيقاعي عليها، إلا أنها توقف أحيانا أثناء أداء الرقص لإتاحة الفرصة لأحد الشعراء للتغزل في الراقصات. وبجانب هذا الإيقاع الراقص تحفل كردفان بالجراري الذي يمثل الجانب الشمالي منها عند قبائل الأبالة عامة وخاصة دار حامد والمجانين والحمر. والجراري هو مزيج بين غناء النساء والكرير عند الرجال، تشارك فيه الراقصات وينتج عنه تمازج إيقاعي رائع. No!
وعند انتهاء رقصة الجراري تبدأ بعده عدد من الرقصات التي تتبع طريقته، وهي الحسيس والشقلاب. الجراري والنجارة هما عنوان المشهد الاحتفالي في كردفان، ولكن بالمقابل هناك رقصات وإيقاعات أخرى تبرز التراث والتنوع الذي يميز المنطقة كوحدة جغرافية متماسكة ثقافياً.